بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. نحييكم مرة أخرى في حلقة من حلقات هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة الماضية كنتم قد تحدثتم فضيلة الشيخ عن فضل الدعاء، وانتقلتم إلى شروط وأسباب إجابة الدعوة، وتوقفنا عند ذلك. ونستكمل هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالحديث عن الأوقات التي يتحرى فيها إجابة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، فإن الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جاءت هذه الآية في أثناء آيات الصيام، ما يدل على أن هذا الشهر أنه مظنة الإجابة. وكذلك جاء في الحديث: للصائم دعوة لا ترد. ومن أسباب الإجابة أن يصادف ليلة القدر ويدعو الله في ليلة القدر، فإنها ليلة مباركة، فإذا صادفها العبد المسلم ودعا الله فيها فإنه حري بالإجابة، قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا يدل على أن الدعاء يتحرى في هذه الليلة الشريفة. وكذلك من أسباب الدعاء أو الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء آخر الليل، وذلك لقوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، ولأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك في كل ليلة، ولكن في هذا الشهر آكد وأرجع. وكذلك من أوقات الإجابة أو الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء حالة السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. كذلك من الأحوال والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء في آخر الصلاة، في التشهد الأخير، قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه، وقال: استعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا في آخر التشهد الأول. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. ففي هذه الأحوال وهذه الأوقات استجاب الدعاء. وكذلك آخر ساعة من يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة يوم مبارك،
وفيه ساعة لا يرد فيها الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، البعض من الناس يدعو بعبارات مطولة وألفاظ مكررة وكذلك مترادفة، هل هذا هو حال السلف؟ حال السلف أنهم يدعون الله بما ورد في القرآن وفي السنة، يحرصون على ذلك أن يدعو بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة، ولا مانع أن الإنسان يدعو بحاجته وبلفظ ولو لم يوافق ما جاء في الكتاب والسنة، لكنه لا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يدعو بثم ولا بقطيعة رحم ولا يدعو بما يضره أو يضر غيره، وإنما يدعو الله بما ينفعه وينفع غيره. نعم. بارك الله فيكم. إذن هذا ينطوي تحت مسمى الاعتداء في الدعاء. نعم. قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعد نهاية الدعاء ما حكم مسح الوجه؟ من آداب الدعاء أنه يحمد الله في أوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وفي وسطه وفي آخره. نعم. أثابكم الله، هناك بعض الألفاظ الشائعة في الدعاء مثل قول الناس: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، هل في هذا الدعاء شيء فضيلة الشيخ؟ هذا الدعاء لا أعلم له أصلا، ولكن جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالنسبة لرفع الصوت حال الدعاء هل هو مشروع؟ بحسب الأحوال، بحسب الأحوال، إذا كان الإمام يقنت ويدعو فإنه يرفع صوته حتى يسمعه المأمومون فيؤمنون على دعائه، أما إذا كان يدعو لنفسه أو يصلي منفردا فإنه يسر الدعاء. نعم. وبالنسبة للدعاء للآخرين في ظهر الغيب، هذا فاضل. نعم. هذا من أفضل الدعاء، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، فإن الله يقبلها ويعطيه مثلها، يعطي الداعي مثلها، ويؤمن عليه الملك ويقول آمين ولك بمثله كما جاء في الحديث. نعم. ونحن نختم هذا اللقاء، بودنا أن تختتموها بنصيحة للمسلمين حول الدعاء. نعم. أن يجتهدوا في الدعاء، نوصي أنفسنا وإخواننا المسلمين أن يجتهدوا في الدعاء في كل وقت وفي كل حال، لأننا بحاجة إلى الله عز وجل، ولكن أن نغتنم الأوقات الفاضلة وأوقات الإجابة فنكثر فيها من الدعاء. نعم. وعدم اليأس أيضا فضيلة الشيخ. نعم. أقول عدم اليأس، لأن بعض هذا الناس ذكرنا أنه، نعم، أنه يدعو الله وهو موقن بالإجابة، الحمد لله، لا يدعو الله وهو متردد في الإجابة أو يائس من الإجابة، فإن هذا لا يستجاب له دعاء. أثابكم الله وحفظكم الله فضيلة الشيخ. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى، مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.